أرى شعبان. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لايف جديد من ديسي الدار البيضاء. اليوم معايا قصة يمكن من الحسيمة جات حتى لكازا بحثا عن الحق، بحثا على أنه ياخذ حقه، لأن هادشي داز على السيد ما ساهل وصعيب وصعيب بزاف. كنت سيدي وشنو حكايتي؟ حكايتي أنا السي محمد أخويا تخطط في البلاد إقليم العمل الحسيمة. واخا شنو كتخدم شنو كدير؟ فلاح مول ثلاثة الوليدات، الوالد متوفي رحمه الله، وتنخدم على راسي، وهاد السي هاد الناس في البلاد معروفين، تكرفسوا عليا العام اللي فات. السبب كهو في الدوار، تناقشت معاه في الدوار، قلت له هاد الشيء فاش كتخدم قاسح عليك، هاد الشيء فاش تتخدم المخدرات، وهاد السد اللي درتي بدون ترخيص في الجبل في الغابه راه خطر عليك هاد الشيء، الدوله كتغوت على هاد الشيء، و20 قطار ديال الغابه ديال الدوله، هاد الشيء خطر عليك. قال لي علاش تقول لي هاد الشيء؟ انا ما من حقكش تقول لي هادشي، نخدم فاش ما بغيت، فهمتي؟ وتهدد ديجا هدد الناس تما في البلاد، اقليم الحسيمه جماعه ايساكن تنسكنوا في العروبيه، هدد الناس تيدير لهم اللعبه اللي بغى يدير هو كيديرها، يضرب النار، يدير لهم السرقه، وتيستغل الناس، تيستغل الناس، تيشهدوا الزور ب 2000 درهم 3000 درهم، وداك الشو تيدوزوا معاك للمحكمه ما تعرفوكش كاع، كيشهدوا فيك الزور. انا نهار اللي خطفوني في البلاد في أزيلا مع الثمانية مع الصباح بكري، الصباح بكري خارج نجيب شوية ديال العلف في المواشي، عندي الحوالة في العروبية، تعرضوا لي بجوج بيهم، هاد الناس معروفين تما في البلاد، تعرضوا لي عندي السيارة، ضربوا لي السيارة بالحجر، وهبطوا لي ثمانية ديال العصابة، كهما عندهم السلاح الأبيض، ثمانية بيهم، كتفوني، خرجوني من السيارة الطونوبيل إسكبريس، كتفوني من رجلين، وكتفوني من اليدين، وحشاولي داخل السيارة صندوق السيارة، توجهوا بيا للبلاد ديالو فين تيدير المخدرات، فين عنده داك الغابة ديال الدولة، توجهوا بيا لتما وتكرفسوا عليا واحد التكرفيسة لا يرثى لها، واحد التكرفيسة ديال الوحوش، وخداو مني جوج تليفونات سامسون ونوكيا، وخداو مني 190 ألف فرنك كانت عندي في الجيب، داوها لي وتيديروا لي تما، تيديروا لي فيديو بالتليفون ديالهم بأن احنا خطر، شوف تنصور كنصوروك حباش غيوريه للناس، يهدوا به الناس الساكنه تما في الدوار في العروبيه في اقليم ازيلا. ملي وقع لك هذا الشيء واش حسيت؟ حسيت بواحد الحقره كبيره، واحد الحقره لا يرثى لها، وتيقولها في الدوار، تيقولها تيقول لك عندي الفلوس، عندي النفوذ، عندي من اقليم ايساكن الى ترقيست الى الحسيمه كلشي في يدي، ما فهمتش هذا السيد شنو عنده، تيقول لك كلشي في يدي من اللابريكات ديالنا ديال ايساكن. خايف على راسي، جيت نشكي على حقي، جيت الرباط ضربت اربع ايام في الرباط، شكيت الرئاسة النيابة العامة، شكيت لتما السلطة القضائية، شكيت ما خليت قنط، أي بلاصة دخلتها، أي بلاصة، والناس اللي حاسين بيا الله يجازيهم بخير، تيعاونوني حاسين بيا بأنهم ظلوم، وتختطفت، كنطلب الحقوق ديالي، هاد السيد اختطفني وتكرفس عليا وبقى وليداتي في الجوع العام اللي فات، وداروا فيهم الخير غير المحسنين. غا الناس الجيران والناس اللي تيعرفوني تكرفست، ضربت العيد الصغير في الحبس والعيد الكبير في الحبس، ومن بعد المحكمة الموقرة ديال الحسيمة لقات الملف ديالي فيه الخواط، الناس ناصبين عليا، عطات لي براءة، خرجت براءة، ومازال دابا عندنا الاستئناف، ومازال دابا تيهددني تيقول لي نخلص عليك الفلوس، نشري لك الحبس بالفلوس، نردك للحبس، فهمتي؟ أنا كنخدم في المخدرات، عندي الحديد بدون ترخيص، وما كاينش اللي يوقفني، ولكن كاين الحقوق، جيت للرباط وجيت لكازا كاين الحقوق، كنت نسولوا الناس اللي تيعرفوا في القانون، كيقول لك اخويا ما توقفش، جري على حقك، جري على حقك، هذا السيد دارها اختطفك وتعدى عليك ودوزك للحبس، مشيتي للحبس ظلما وعدوانا، ومشيت للحبس على السرقه الموصوفه، ما عمر سرقت في حياتي، ما سرقت، عندي 38 عام، ما عمر سرقت حتى بيضه، وهذا السيد تعدى عليا في البلاد، فهمتيني؟ ومازال حاليا عندي السيارات ديالو مصورين، السيارات بدون ترخيص بالاوراق، تيهددني تيقول لي نقتلك ندير فيك ما بغيت. اليوم تنطالب الحقوق ديالي، ما خليت ما شكيت، درت عليه 125 شكايه اللي درت من شهر 10 منين خرجت وانا تنشكي، 120 شكايه اللي درت، وتيقول لهم للناس في الدوار هو يشكي وانا نخلص، عندي الناس اللي تيحفظوا لي الشكايات، وعندي الناس اللي تيوريو لي كيفاش ندير، وعندي الناس اللي تيعطيو لي الخطه. حاس بالحقره، واحد الحقره لا يرثى لها، يقدر يدير هادشي اللي تيقول، يقدر يقتلك، ما حد
خطاطفك وربطك بالكويردة وداوك البلاد ديالو في الغابة فين عنده داك الشيء ديال المخدرات اللي كيخدم. كاين القانون، عارفها انا كاين القانون، كاين القانون والقانون فوق القانون، والله تعالى قال لك الحق تينتصر والحق تينتصر. الظلم الظلم ظلمات، فهمتيني؟ الظلم ظلمات عند الله، وإلا ما شديتش حقي هنايا نشدو عند الله، فهمتيني؟ نشدو عند الله. هذا الشيء اللي كاين، والله يرحم الوالدين. والسلام عليكم، الله يجازيك بخير.